اهتم بعمق المشاعر والتقطيع السينمائي والفانتازيا. حفل التأبين هو اعتبر حفلة الخروج المعادي كأنه حفل تأبين على فترتين، أشار لتسلل الوهابية والفصام اللي حصل في المجتمع، وأشار برضو بس يعني الإشارة دي عايزة تعمق شوية لمسألة المخزن، المكان ده، المكان اللي هو بتظهر فيه فريدة، يعني كأنه قسم العالم لجزئين يعني. طيب دكتور محمد إبراهيم طه تيجي هنا يا دكتور؟ لا 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 نرحب بالأستاذة جيلان صلاح في ورشة الزيتون. بوغارت اعزف لي لحنا كلاسيكيا. من يقرأ هذه الرواية وهي عليها ليست بها أي بيانات خاصة بالكاتبة سيصل بعد قراءة هذه الرواية إلى عدة حقائق، يعني حقائق تكاد تكون يعني حقيقة. الحقيقة الأولى أن المكون الثقافي للكاتبة يميل أكثر نحو المكون الخارجي أكثر منه نحو المحلي، من خلال النجوم، من خلال الأغنيات، من خلال الأفلام، الموسيقى، وهيبان حتى أن الاستشهاد بأغنية أم كلثوم بيبقى استشهاد خاطئ بعض الأحيان لما يقول غلبت صالح في روحك وهي صالح في روحك. يبان أكثر في الإهداء ويبان في الاقتباس الأول لقصيدة لكاتب الحقيقة الثانية اللي هيخلص لها قارئ هذه الرواية إن هو أمام كاتبة بتكتب الرواية في أحدث تجلياتها، يعني تكتب الرواية مش بطريقة قديمة ولا بطريقة كلاسيكية، تكتب الرواية في آخر صيحة لها من ناحية البناء، من ناحية اللغة، من ناحية المواقف، من ناحية الاختزال. هيلاقي كل هذه العلامات تؤكد على أنه أمام كاتبة روائية تكتب على أحدث طرق الكتابة. هيكتشف النقطة الثالثة أيضا أنه أمام موقف روائي بامتياز. الموقف الروائي ديت مش كتير من الروائيين بيقدر يظبط. معظم الروائيين بيبقى عايز يحكي وخلاص، يعني عنده مادة فبيحطها بشكل من غير ما يفكر في هذا العالم اللي هو هيكتبه. أنا لاحظت كقارئ إن موضوع هذه الرواية رغم إنه موضوع صغير جدا لكن بتشاف حلم من الكاتبة، عارفة هي عايزة إيه من هذا الموضوع، عارفة إيه اللي هيبقى في جوهر هذا العمل وإيه اللي هيبقى ثانوي وإيه اللي هيبقى علامات صغيرة جدا تشير إليها من غير ما يستغرقها السرد وتتكلم في حاجات فرعية بشكل كبير. والتركيز دائما طوال الرواية من أول كلمة إلى آخر كلمة على جوهر واحد وعلى موضوع واحد هو موضوع وجيه. فالاختيار اختيار الكاتب لهذا الموضوع واعتناؤه به واهتمامه بالرسالة اللي هو عايز يقولها طول الوقت ويحاول يوصلها بأكثر من معنى وأكثر من رمز حتى تصل، لو رمز الأولاني فلت منك هتلاقي رمز آخر، هتلاقي تفسير آخر، هتلاقي شرح آخر في منطقة أخرى في الرواية. كل هذه الآليات اللي هي بتعملها كروائية بتسير في اتجاه موضوع الرواية الأساسي. عشان كده يعني هتلاقي معظم اللي بيقرأ هذه الرواية متفق على أن موضوع هذه الرواية هو الهوية المسروقة أو الهوية المختلطة أو الرجل أو الميول الأنثوية عند وجيه، بس مش أكتر من كده. ما عدا ذلك هيبقى تفاصيل صغيرة في الصورة بتكمل المشهد، وعلينا إن احنا ما يعني ما تسرقناش التفاصيل الصغيرة ديت
لان هي نفسها ككاتبه توقفت امامها في سطور قليله، فما جيش انا كقارئ وافرش كتير في حته فرعيه صغيره جدا وانسى الموضوع الرئيسي اللي هو يشغل الكاتبه من اول كلمه. هيصل قارئ هذه الروايه ايضا الى حقيقه مهمه جدا، ان هو امام كاتبه جريئه مش كاتبه تقليديه، اختارت رواياتها الاولى للروايه الاولى الموضوع مسكوت عنه ولا احد يجرؤ ان هو يتكلم فيه، ولو اتكلم غالبا بيتكلم بتحدث منه اخطاء او تجاوزات. هي عبرت عن هذا الموضوع بشكل بارع وباكثر من طريقه دون ان تسقط في خطا الفجاجة الروائيه. يعني عاده الناس بتكتب في مواضيعها الاولى مناطق دافئه وامنه مفيش فيها خلاف، انما هذه المنطقه منطقه مهمه جدا ومش مشهوره في الروايه العربيه. طيب الكاتب ماهوش كاتب على الغلاف اي معلومه عنه ومفيش سيره ذاتيه، وغالبا هتكون هذه الروايه الاولى. لما يختار روايه اولى مكتوبه بهذه الطريقه اللي هي فيها تقنيات بنائيه وفيها لغه وفيها حكي وسرد منظم ومرتب الى اقصى درجه، لا بد ان يخرج في النهايه بانه امام كاتبه عندها رؤيه، كاتبه جريئه، اختارت ان لا تسقط في فخ التفاصيل. روايه زي دي لو الشخصيات بتاعتنا الشخصيه الرئيسيه والشخصيات الفرعيه والشخصيات الفرعيه الفرعيه، لو ان امام كاتب روائي مش منتبه للهدف كان خلى هذه الروايه 500 صفحه، وده عاده بيحدث. ومن يقرا الروايه ايضا هيكتشف ان في دقه شديده في وصف هذه الشخوص الفرعيه. يعني وجيه مثلا له 6 اخوه ما بيحدثش خطا لما يجي ذكرهم، رغم ان ذكرهم في الروايه طفيف جدا. ابناء مؤنس، ابناء بنته، كلهم يعني في دقه. يعني العالم اقصد اقول ان الهيكل الشخصيات موجود عندي، وانا ككاتب عندي رغبه في السرد والحكي وان انا ينفع اكتب قصص الاشخاص الصغيره دي كلها كمان في الروايه واحطها، لكن هي اختارت ان تختزل. القدره على الاختزال عشان تطلع روايه 100 او 100 صفحه او 110 صفحه وانت امامك ماده يمكن ان تفردها فتكتب عالم كبير، دي شهاده تحسب لهذه الكاتبه. بالنسبه لموضوع الروايه بقى وهو الهويه المسروقه، او انا بظن ان انا امام روايه نفسيه بامتياز او عالم نفسي بامتياز. الاول الموضوع هو موضوع روائي جدا، لان احنا امام شخص هيطلع هيخرج الى المعاش بعد اسبوع واحد، وهو رجل منضبط ويعمل في البريد وامام قسم الحوالات وقاعد بيرتب ازاي يعني هيخرج، وقرر ان هو او فكر ان هو يكتب مذكرات. كتابه المذكرات نفسها كون ان هو ده يرد في اول صفحه، يعني مش اي حد بيكتب مذكرات، واللي هيكتب مذكره في الغالب مذكرات في الغالب هيبوح باسرار وهيبقى فيه شبه اعترافات، يعني في اشياء غير معروفه لا يعرفها المجتمع او المحيطين به. فناخد هذا الموضوع باهتمام. هو وجيه قرر ان هو يكتب، واول ما توجه وخرج من المصلحه راح على المخزن السري اللي هو بيمارس فيه رغباته البريئه جدا. انا يعني اولا حتى هذه اللحظه شايف ان هذا الشخص ماهوش مريض نفسيا، ماهوش مثلي مثلا، ماهوش مثلي خالص، لان هو كل ما في الامر ان لديه ميول انثويه وحاطط هذه الميول في مكان لا يعلمه الا هو، يعني لدرجه ان هو بيشعر بخوف من اخواته المهاجرين وابنائه المهاجرين. لو حد جه طلب مفتاح المخزن ده وشاف بتاع الباروكات وشاف ادوات المكياج، هو عالم سري خاص به. وانا اظن ان هذا العالم السري هو النفس الداخليه، ودي نماذج موجوده، وانا ليا اصدقاء بيرقصوا في افراح، لما واحد منهم يجي يرقص يخلي الستات كلهم يتوقفوا ويقفوا ويبصوا بالدهاش، وهو بيكون مندمج تماما في هذا الرقص. ورحت اكشف ذات مره على
واحده تعبت بالليل واتصلوا عليا يعني اتصل عليا اخوها وقال لي وهي مش هتقدر تيجي فاضطريت اخد واروح للبيت ووصلت قبل صاحب البيت ما كانش يعرف ان انا رايح واول ما ضربت الجرس خرج لي لابس فستان بالليل الساعه 2 بالليل ومندهش ومش عارف انا رايح ليه اقصد اقول ان الناس كلها في داخلها يعني النماذج موجوده وهذا رجل متزن وملتزم بالنهار هو بالليل بقى في بيته عمل ده وحر يمكن اللي بيرقص في الحفل او في الافراح او الكلام ده قدر يظهر هذه الموهبه ويكشف عنها لكن المجتمع بضغوطه الخارجيه قد مش قد تحول لا ده غالبا بتمنع ده ويعتبره ان دي وصمه في جبين صاحب هذا الموضوع.